موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له قبل نهر، فأخذوا رجلا يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فجاءوا به إلى المدينة وربطوه في سارية من سواري المسجد، فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم. فبدأ بالقتل، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني رجلا يستحق القتل أو رجلا يدرك الثأر بقتله لشرفه وزعامته في قومه، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج عليه من الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ بعد يوم واحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تنعم تنعم على شاكر. فبدأ بالإنعام، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج عليه بعد غد، بعد أن مكث يومين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى حاله وحال أصحابه من قريب، فخرج عليه فعاد عليه القوم فرد عليه بمثل مقالته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثماما. فخرج من المسجد وذهب إلى نخل أو نجل قريب من المسجد فاغتسل، ثم رجع إلى المسجد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا محمد، ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد صار وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وقد كان دينك أبغض الدين كله إلي، فقد صار دينك أحب الدين إلي، وقد كان بلدك أبغض البلاد كلها إلي، فقد صار بلدك أحب البلاد كلها إلي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا. وقال: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن. فقال ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خيلك قد أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتمد. فذهب إلى مكة وقد سبقه الخبر، فقالوا له: أصبوت؟ يعني كفرت بدين آبائك؟ أصبوت؟ فقال: لا، ولكن أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لا يأتيكم من اليمامة، وكانت اليمامة ريف أهل الحجاز يأتيهم القمح من هناك، والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حال أهل الإنصاف، إن رأوا الحق وعاينوه، أقبلوا عليه وقبلوه، وآمنوا به وصدقوه، ثم بعد ذلك كانوا جنداً له ونصروه. هذا ثمامة يعلن المقاطعة التجارية مع أهل مكة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالأمس القريب كان من أشد أعداء الإسلام جهلاً بدين الله. الإنسان عدو ما يجهل، فإن زالت عنه العماية وزال عنه الجهل أقبل على الحق وقبله بإذن الله عز وجل. هذا حال أهل الإنصاف
ممن كان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علم من حاله خلاف ما كان يعمل. هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، حبر اليهود وعالمهم وابن عالمهم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال: انجفل الناس إليه، يعني خرجوا إليه مسرعين وقالوا: قدم رسول الله، قدم رسول الله. فكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه فاستبنته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول ما قال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فأسلم عبد الله بن سلام وحسن إسلامه، حتى بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي يدب على الأرض بين ظهران الناس. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم أعداء لهذا الدين، فلما عرفوا الحق صاروا من جنده وأنصاره. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم ومن أموالهم ومن والديهم وأولادهم. هذا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير لونه وبدا عليه الوجع، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاله، فقال: والله يا رسول الله، ما بي من مرض ولا وجع، ولكني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى آتي فألقاك، وإني ذكرت الآخرة وعلمت أنك ترفع في عليين مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة كنت دونك، فخشيت ألا أراك. يخشى ألا يراه في الآخرة، يحمل هم عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الآخرة، حتى بدا عليه المرض والوجع، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وكذلك كان عبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا المنام المشهورة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي، وأحب إلي من ولدي، وأحب إلي من أهلي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فلا أصبر حتى آتي وأراك. فنزلت أيضا هذه الآية. هذا حالهم بعد أن عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشروه. هذا زيد بن الدثلة رضي الله عنه، أحد من شهد بدرا من السابقين الأولين. بعد يوم الرجيع في السنة الخامسة من الهجرة وقع هو أصحابه في أسر المشركين من أهل مكة، فاشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف الذي قتل يوم بدر صريعا. فأتوا به إلى مكة، فأمر به صفوان أن يخرج إلى التنعيم لتضرب عنقه خارج حدود الحرم. فاجتمع عليه كبراء أهل مكة ومنهم أبو سفيان، فلما أوقفوه ليضربوا عنقه قال له أبو سفيان: يا زيد، أتحب أن محمدا مكانك تضرب عنقه وأنت آمن في أهلك؟ فكأنه سخر من هذه اللغة التي لا يعلمها ولا يقاربها، وقال له كهيئة المستهزئ: والله ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني آمن في أهلي. ماذا تقول؟ يقتل بي؟ والله لا أحب أن تشاكه شوكة وأن تضرب عنقي. رضي الله عنه وأرضاه. هذا سعد بن معاذ سيد الأنصار، يعرب عن حاله وحال أصحابه من الأنصار تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، بعد أن سألهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم أشير علي أيها الناس. فقال له سعد: لكأنك تريدنا يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فسر يا رسول الله حيث شئت، فوالله لو خضت بنا هذا البحر فاستعرضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. سر يا رسول الله فصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وحارب من شئت، وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، فسر بنا يا رسول الله. هذا كان حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: شهادة مسلم لمسلم لا تقبل. هذا عروة بن مسعود كان مشركاً على دين قومه، يصف حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه بعد أن أرسلته قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأخذ بلحيته على عادة العرب في محاوراتهم، وعروة بن مسعود واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم والسيف في يده والمغفر على رأسه لا يرى منه شيء. فكلما أهوى عروة ليمس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قرعه عروة بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا ترد إليك يدك. فيقول: ما أفظك وما أغلظك. ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فيكون الجواب كأغرب ما يكون الجواب: هذا ابن أخيك عروة شعبة بن المغيرة، هذا ابن أخيك يفعل هذا مع عمه حتى لا تمس يده ويد مشرك لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. ثم جعل عروة يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى قومه وقال: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وما توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوء الماء المتبقي في الإناء بعد الوضوء، وما توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم أمرا ابتدروا أمره، وإذا تكلموا عنده لا يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. أصحابه هؤلاء كان منهم المشركون الوثنيون عبدة الأصنام، بل أكثرهم كانوا كذلك. فانظر كيف صار حالهم بعد أن آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن عرفوه وعرفوا شريعته وسنه وهديه ودله صلوات الله وسلامه عليه. وقد عاشر أيضا صلى الله عليه وسلم أناسا عرفوا منه الحق فأعرضوا عنه وكفروا به وخاصموه وعادوه وحاربوه، ليس جهلا به وإنما كبرا وعنادا، إيثارا للحياة الدنيا واتباعا للأهواء. غلبت عليهم شهوتهم وأثرتهم شهوتهم. أما المشركون من أهل مكة فكان رأسهم أبا جهل عليه اللعائن المتتالية. هذا الرجل الذي سأله مرة الأخلص بن شريق بعد أن سمعوا معا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في بيته، فعرفوا أن هذا ليس من كلام البشر، فسأله الأخلص بن شريق: يا أبا الحكم، ما تقول فيما سمعت؟
فقال له ماذا؟ قال أقول ماذا؟ يعني سواء أحق أم باطل، أقول ماذا؟ تنافسنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، فأعطوا وأعطينا، وأطعموا وأطعمنا، وحملوا وحملنا، ثم قالوا منا نبي يأتيه وحي السماء، فمن أين ندرك هذه الخصلة؟ والله لا أؤمن به ولا أصدقه. بعد أن عرف الحق في هذا وأمثاله يقول الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا والعياذ بالله. هذا الذي أصر على الكفر ومعاندة دين الله ومحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل معاديا مقاتلا للحق والعياذ بالله، قتله ابن عفراء يوم بدر. ففي الصحيح صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد غزوة بدر من يأتيني بخبر أبي جهل؟ فقال ابن مسعود أنا. ثم انطلق فبحث عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى تركه قد برد أو قد برك وهو في رمقه الأخير. انظر إلى حال من أضله الله عز وجل في رمقه الأخير، بعد لحظة سيلقى الله عز وجل ويحاسبه فيقول له ابن مسعود هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فبماذا يرد؟ قال وهل فوق رجل قتله قومه؟ وهل فوق رجل قتله قومه لولا كان غير عكار قتلني. هذا لفظ الصحيح، لو غير عكار قتلني. على ماذا يتحسر؟ أنه قتله فلاح من الأنصار، يتحسر على أنه قتله رجل مغمور لا يعرف، ولا يتحسر على الحق الذي فاته، ولا على جهنم الذي سيخلد فيها والعياذ بالله. لو غير أكال قتلني والعياذ بالله، هذا حاله من البداية إلى النهاية، معاداة لا عن جهل، ولكن جحودا وكبرا، بطر للحق وغمط للناس والعياذ بالله. وكذلك كان كفرة أهل الكتاب، هذا حيي بن أخطب عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، ذهب هو وأخوه أبو ياسر، فلما رأوه عرفوه بصفته في التوراة، فلما رجعوا إلى قومهم سأله أخوه أبو ياسر بن أخطب، سأل أخاه حيي بن أخطب أهو هو؟ قال نعم والله، يعرف أنه نبي، نعم والله هو هو. قال أتعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته ما بقيت، يا نسأل الله العفو والعافية، عداوته ما بقيت، وقد فعل عليه لعنة الله، عادى رسول الله وحاربه إلى أن أتي به لتضرب عنقه بعد غزوة بني قريظة، بعد أن ألب الأحزاب وجمع قبائل العرب يوم الخندق لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الخذلان والحرمان، وقف لتضرب عنقه، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد والله ما لمت نفسي على عداوتك قط، ولكن من يغالب الله يغلب. ما لمت نفسي على عداوتك قط، ولكن من يغالب الله يغلب. يعرفون أنهم إنما يحاربون الله ومع ذلك يصروا، فماذا ينتظر من هذا الصنف من الناس الذين آتيناهم الكتاب؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قد عرفوا الحق ولكنهم أصروا على محاربته عنادا واستكبارا والعياذ بالله. لا حيلة في هؤلاء، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يضلل الله ف
فما له من هاد، والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. روى البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن الملائكة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فجلست عند رأسه وهو نائم، فقال بعضهم لبعض: إنه نائم. وقال بعضهم الآخر: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال بعضهم: إن لهذا مثلا، فاضربوا له مثلا. فقالوا: إنه نائم. فردوا عليهم: العين نائمة والقلب يقظان. ثم قال: إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. ثم قالوا: أولوها له يفقهها. فقالوا: إنه نائم. فقالوا: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله، ومن عصى محمداً صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. محمد فرق بين الناس، هذه كلمة الملائكة. محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، بين العدل والظلم، بين الجور والقسط، بين المعروف والمنكر، بين الخير والشر، بين المنعم عليهم والضالين المغضوب عليهم والعياذ بالله. فمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الحق، من أهل الجنة، ماله من الجنة أصابه قبل ذلك ما أصابه. ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، شاء من شاء وأبى من أبى. وأستميحكم عذرا للإطالة، ووالله لو كان الأمر بيدي لجلست مثل ما جلست أو أكثر بيانا لشيء من نعمة الله عز وجل علينا أن هدانا لهذا الدين، وجعلنا من أتباع سيد المرسلين هذه الأمة المرحومة التي لا عذاب عليها في الآخرة، وإنما عذابها في الدنيا القتل والفتن والزلازل والبلابل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يميتنا على ملته، وأن يحيينا على سنته، وأن يجعلنا يوم القيامة تحت لوائه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نطمئ بعدها أبدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تتركه ملتبسا علينا فنضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.